هاي هاي everyone. هلا أنا حموشي. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة بيكيكزي. واليوم يا أصدقائي نسمع قرأت العنوان today. أنا راح أصير disgust. واني angry. فاليوم يا أصدقائي راح نصير من شخصيات inside out. وراح أصير شخصية مفضلة هي disgust. راح كلش أحبها وشخصيتها تعجب. أنا angry القزوم أكثر واحد أحبه من بينهم. قزوم وكيوت. طيب يا أصدقائي اليوم راح نتحول على الشخصيات اللي إحنا نحبها من هذا الفيلم. وصراحة من اللي شفنا الفيلم والله تشار رهيب، يعني الفكرة كلها كلش متحمس للجزء الثاني. كان الجزء الأول كلش مشوق. أوكي ثاني والله صراحة حسيت إنه كلش حلو الفيلم ويب. وأريد أعرف بعد إيش راح يصير. وثلاث شخصيات مدري أكثر مدري أقل راح تجي للفيلم، يعني صدق راح يصير يجنن. هو الجزء الأول أصلاً كان مخربط بهواي أشياء بعد يزيدون. يب يعني صدق هواية. فيب خلونا سبعة نتحول لشخصيات اللي نحبها. واحد اثنين ثلاثة. انا صرت ديسكاست نفس اللي تشوفون. شو رايكم هل تشبه الشخصيات؟ انا طبعا انا سوى شخصية حموشي، حسيت ان هذا اقرب شيء مسوي تقابل ومسويت قصير. اوكي فيلا انا كلش متحمس انه نلعب حاليا لعبة الشامبيونز بشخصياتنا المفضلة بيهم. فيلا تعال حموشي يلا تعال. ايه ها شلونك؟ بعيد المهم سرعة شخصيتي؟ لا سريعة اتوقع ما ادري خلينا نشوف. اتوقع يلا 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 حموشي. اوكي اوكي يلا شوف حبشي شايكر. اوكي فيلا وصلنا لعبة الشامبيونز واتمنى ان نفوز. يلا نفوز كاست. والله حسك كلش تشبهها الانجر القوي الغاضب. مرة راح افوز بغضب. طبعا انا اكثر شيء حبيت شيء بديسكاست انه هي تحب الفاشن اشياء مثل هذه، يعني نفسي بالضبط. فيلا يلا هسه خلونا نشوف من راح يفوز انجر او ديسكاست. طبعا الانجر انجري صدق يمثلني اضوج على يعني اشياء تافهه يعني بصراحه. اللي بعدك صغير كش ما تدري. اوكي يلا هسه خلونا نلعب عاد ما اخسر. اوكي هذا ترى بالنسبه لي مو كل هذه اول وحده مو كل الصعبه هذه بالنسبه لي. زين زين لان انت اتوقع متعود على سمبل جايز. سمبل جايز اكيد انا محترف. زين انا شو اسوي لعبه ما كنت العبها. او ماي جاد بس تمشي يعني شنو يا ربي. حموشي اوقف اول شيء بالحافه من تشوف وحده قريبه عليك خلاص انا تحاول حربك. I'm dead. Oh my god. نيوز جاي يلا حموش دير بالك حاول ابدا ما توقع. دير بالك خليها علي. يلا خوش. اوكي وش نخرب عليه. اوكي احنا اكثر ناس ليتس جو. يلا ما راح نوصل اخيرا راح نوصل للجيم الاخير ويا رب ما يطلع بالجيم البيتزا. اي والله اصعب جيم الجيم اللي بحياتي ما راح اقدر افوز بيه. اوكي Oh my god! إحنا. Oh my god! Hey, no way! No! عزيزة. لا 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 حموشي خلنا نتلاحق الوضع حموشي ولك حموشي لا 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 شلون شنك شو صار متقدمين يا ليل. أكثر شيء نرفز بهذا التحديث هاي السالفة بيكيكزيش دا سوون. إحنا خسرنا قلب ما خسرنا كل الجيم. شنو هاي والله شيء ضوج والله هذا كنا نخسر فقط قلوب. اي بس قلوب ونكمل هسه لا كل شيء خسرت. بس شنو راح كلهن يعني من نروح نكلم هاي شنو عمي شنو جيم اوفر المن حاطين القلوب فاهم. انا ادري المن حاطين القلوب والله اذا وقعت ثاني اذا وقعت بالقوس بقلب ما ادري شنو نيوز قال خلاص انا ما اريد العب كريزي ران تعال والله شنو عمي هذا بس تخسر بالناس. يلا يلا تعال. اوكي انتبهت اني راحت السرعة حتى انا فخلي تعال. اوكي يلا يا اصدقائي خلونا نلعب كريز ران بدون اي بدلة يعني مجرد سرعة البدلة. بس من راح يفوز من ممكن يفوز ادري احنا بس حاليا احنا يعني من راح يوصل مركز أوكي. معين يعني اكثر منك او انت اكثر من راح يفوز اولا. اوكي يب فيلا يا اصدقائي خلينا نشوف.
والله ضدك شنو ذيك اللعبه بس والله ما ادري لون حطيت قلوب في كيس رايح ايوه قلوب والله لو قعدت بنيوز جاي كان اول وثاني انا راح اختار لو مسويها قلب واحد وهاي والله احسن شو ثلاثه هاي والله ما حاطه لك والله اذا توقع بالبيتزا مات نفس الشيء حاطه لك ثلاثه على متصل من اول مره اي والله فما ادري شنو السالفه يعني ابد مو نظام ابد ما عجبني الصراحه يريدون يخلوك تلعب هو عبالك ثلاث قلوب يعني شيء وبالاخير تصرف من وين هاي يلا حموش واحد بدلته هواي اي فما ادري عاد اذا راح نفوز ولا يلا اي ام هانجري انا حوشي هانجري يا اخوان طاكل اوكي خلينا نكمل اوكي انا جاوبني هنا جاوبني سوتشي اني انا 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 سوتشي اي زي حموشي عبرني يا اخوان لا 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 يا رب او ماي جاد او ماي جاد جود لاكي سبيشال سكين او ماي جاد 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 والله الاول لا والله لا لا راح افوز لا حوش الاول او ماي جاد انا اقول عليكم كلكم اكون بيها عندكم بدلات او ماي جاد انا طلعت الثانيه او ماي جاد انا طلعت الثانيه ما متعوده على هالشكل لا لا هاي مو انا مو انا يا اخوان يلا نلعب جيم اخير نلعب جيم اخير يلا يلا 41 ثانيه بدون اي غلطه اي والله حموسي بعد حموسي بلسين يلا نشوف السرعه موجوده اي سرعه موجوده يلا حموشي بساعه 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 بساعة هذا اخر جيم وبعد نختم الفيديو اما ذنيك هذنيك لا تحسبون علينا تمام اذا ما حطيك في كيك زي هيك ثلاثه تامل نقول لا ما راح يصير لي شيء اكيد افوز هاي بالصندوق شلون لما واحد يريد ياخذ صندوق يلا يلا هسه خلينا ننتظر هذا التحميل اوكي طبينا هسه يلا خلينا نشوف في واحد مستخدم طيران ما ادري ايش اوكي احنا سمع علينا المهم انه انا انت لو يعني فهمت انت قصدي بعد ها هي انا فاهم اوكي يا سلام يا سلام لا اشفق يعني باركور بوي اوكي ها شنو هاي حموش يمي ها شنو هاي حموش على كيفك لا يا اخي امشي سريع ها سبقتك لا لا بالغلط كان المفروض اكمل من العبر ها؟ شو من عبر هسه والله ما اني او ماي جاد يا موف اوكي اوه هذا مكاني اي باج قلت عليه ذكريات اوه على الخدع الخدع اختصارات اوكي والله ذكريات حموش راح افوز حموش راح افوز فزت ثانية اوه طولنا هالمرة انا صح الثانيه بس المهم انا متقدمه عليك يلا عادي يا سلام يا سلام يا سلام شو بيننا؟ صار تعادل في شيء جزء من الثاني جزء ثانيتين لا فرق بيننا ثانيتين ها صح يا شو او ماي جاد ويت شنو هاي سريع يلا يلا اطلع يلا خلينا نختم الفيديو بعد فازت سكاس لا هو تعادل اصلا تعادل وكل شيء اثنين خسرنا قبل شويه واثنين حموشي فاز واستفزت تعادل حلو شنو هاي لا تكتبوا بالتعليقات من الفاز اني لو نونا اني 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 اني, آني. حموشي اني اي الولد بنات اي واحد حبابين يساعدون كتبوا حموشي يا اخي كل اني قولوا نونا قولوا نونا بليز جايز انا افوز يلا يلا كيف اوكي اوكي هسه خلينا نصير جديين ونختم الفيديو يلا حطوا لايكات عمين اوكي عشان هاي حموس الحشاش اوكي يلا حطوا لايكاتكم واشتركوا وبس مع السلامه